بسم الله الرحمن الرحيم. الفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن للدكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مكتشف العلاج بالماء الساخن. تجارب المستفيدين من الفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن بمختلف الأمراض وفوائد صحية مختلفة. إشادة الرجل بالفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن. شكرا دكتوري العزيز، جربت الماء الساخن، يا ليت قومي يعلمون. شكرا شكرا، وجعله في موازين حسناتك. استفادة مدرب كمال الأجسام، العمر 50 سنة، زيادة طاقة الجسم، زيادة العضلات، تحسين النوم، تحسين القدرة الجنسية. السلام عليكم الدكتور فارس، منذ أن شاهدت تسجيلات لك بخصوص الماء الساخن واضبط على شربه بمقدار 4 مرات يوميا، الصباح قبل الإفطار، بعدها قبل الغداء، والثالثة قبل التمرين بنصف ساعة. وهذا المفاجأة، تماريني أصبحت أكثر قوة. فعلا الهيدروجين طاقة هائلة، يعطي بومب مضخة هائل مع عدم الإحساس بالتعب. زيادة على ذلك حارق للدهون ومدرر للبول مع عدم تغيير للأكل. ظهرت تفاصيل عضلية كان تحجبها الدهون والماء المحتبس في الجلد. شيء آخر لاحظته هو عدم الشعور بالبرد. بينما الناس يلبسون ملابس ثقيلة وأنا أرتدي قميص خفيفة، فحس بشيء مذهل. أما الجرعة الرابعة فقبل النوم، حيث تحسنت جودته 100%. ناهيك عن تحسين القدرة الجنسية، يعني زيادة هرمون التستوستيرون. فوائد لا تقدر بالثمن، ما أني لم أكمل شهر من خوض التجربة. للمعلومة أنا مدرب كمال أجسام خبرة 20 سنة، وعمري 50 سنة، ولله الحمد. الشكر والحمد لله أولا، والشكر والتقدير لك أخي الدكتور فارس. عملك هذا في ميزان حسناتك، واظب ولا تلتفت للسفاء، فخير الجواب عليهم هو ألا مبالاة. شكر مرة أخرى مع فائق الاحترام. تقدير امرأة إسيوية تعمل في هيئة دبلوماسية حول الفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن. عزيزي الأستاذ فارس، أتمنى أنك بخير. مجرد ملاحظة سريعة، أود إبلاغك أنني قمت بزيارة موقعك الإلكتروني، وسعيدة لمعرفة أنك مدافع عن حول العلاج بالماء الساخن. إنني مؤمنة بنفس الشيء، وفي الواقع توقفت عن تناول المشروبات الباردة في السنوات 3 الماضية. إنه جيد، أقرأ عن المرجع العلمي لذلك. مع أطيب التحيات لكم وزوجتك. بارك الله فيك سي جوي كايو. تقدير مواطن سعودي على الفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن. ما من داء إلا جعلها الله له دواء، فالحمد لله الذي أظهر على يديك هذا الدواء السهل والمتوفر في كل مكان، فهذه نعمة كبيرة، فالحمد لله على ذلك، وجزك الله خيرا أخوي الدكتور فارس على جهودك في كل هذه السنوات الحافلة باكتشافات عجز الطب عنها. تقدير مواطن كويتي على الفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن. رغم سهولة الحصول على الماء الساخن، إلا أنه توجد فئة غير مصدقة بالنتائج. الإثباتات التي جمعتها كانت أقوى طريقة لإقناعهم بمفعول السحري لهذا العلاج الرائع. كنت مدمن لشرب المشروبات الغازية والعصائر المعلبة، أما الآن فكرهتهم بفضل الله ثم الماء الساخن. جوزيت خير يا أستاذ فارس. استقرار صحة مريض من ارتفاع ضغط الدم
ونقص الوزن وقلة الشهية واختفاء الدوخة. الحمد لله استمريت على 3 أشهر، استقر عندي الضغط ونقص الوزن وقلت الشهية واختفت الدوخة، كلها نتائج جعلتني متعود ولا أستغنى عن هذا العلاج الطبيعي، والحمد لله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرجى التكرم بالآتي: تسجيل اشتراكك بقناة اليوتيوب الخاص للدكتور فارس الحجري، نشرها على الآخرين ليستفيدوا كذلك، تسجيل ملاحظاتك، تسجيل تجربتك، فهناك الكثير ممن يؤمن بتجارب الآخرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم الدكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان.